السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. اليوم في عندنا زيارة إلى معرض صنعتي والمقام في معرض الظاهران الدولية براكة. الميزة في هذا المعرض يشترك فيه ما يقارب تقريبا 350 بوث بين أسر منتجة وبين اللي هم أقسام الجمعيات التعاونية أو الجمعيات بالمنطقة الشرقية بصفة عامة. طيب، إيش الفكرة من هذه الزيارة الجميلة لهذا المعرض؟ إن شاء الله بنغطيها لكم عن طريق سناب الخبر. نعطيكم بعض إنجازات هذه من الأسر أو هذه الأسر في هذا المجال. فاللي بيمر ويتفرج على هذا المعرض بيجد فيه أمور كثيرة. كثير من الأسر اللي هنا ما شاء الله بدأت من الصفر، حققت نتائج جميلة جدا في البيع والمشترى، وأيضا صار لها اسم. هذا الاسم تحول من فترة إلى فترة إلى أقوى وأقوى. يعني مثلا هذه من النماذج، الأستاذة ليلى ما قصرت فعلا، بدأت من بوث صغير حققت الاسم، بعد تحقيق هذا الاسم حققت الدخل المطلوب. فكثير من النماذج المشرقة صراحة موجودة ضمن هذا المعرض. فإن شاء الله جولتنا لهذا المعرض بنشوف الأفكار المقدمة. كل لنا الجولة في عدة أماكن في هذا المعرض. معرض جميل متكامل في كثير من البرامج صراحة.